نظمت قيادة السلطة المحلية ومكتب وزارة الثقافة بوادي حضرموت والصحراء حفلا خطابيا وفنيا احتفاء بالذكرى 58 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة وذكرى 57 لثورة 14 من أكتوبر الخالدة. مزيدا من التفاصيل في سياق التقرير التالي. أجواء احتفالية شهدتها مدينة سيئون بمحافظة حضرموت بالتزامن مع ذكرى ثورة 14 من أكتوبر المجيد، نظمتها السلطة المحلية ومكتب وزارة الثقافة بمديريات وادي والصحراء حضرموت احتفاء بمناسبة أعياد الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر برعاية فخامة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي. فمن وادي حضرموت نؤكد لقيادتنا السياسية بأن هذا الوادي خاصة وحضرموت عامة، يحتاج يا فخامة الرئيس ويا أيها الحكومة إلى لفتة كريمة وكبيرة في المجال التنموي، في الكهرباء، في الصحة، في الطرقات، وإلى لفتة في المجال الأمني الذي يعتبر هاجس الجميع. ونحن بدورنا سنرفع لقيادتنا كل متطلبات حضرموت والمحافظات الأخرى التي حطينا رحالنا فيها. احتفاء فني وخطابي تخلله قصائد شعرية ووصلات غنائية وتراثية معبرة للموروث الشعبي في حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى، قدمتها الفرقة الموسيقية التابعة لمكتب وزارة الثقافة بالوادي والصحراء بمشاركة نخبة من الفنانين المطربين والموسيقيين، منها لوحة المسار الصحيح التي شارك فيها عدد من الشعراء والفنانين، بالإضافة إلى مجموعة من الأناشيد المعبرة شاركت فيه زهرات من إحدى مدارس التعليم الأساسي بمدينة القط، نالت جميعها إعجاب واستحسان الحاضرين. أتينا اليوم وأتونا ضيوفنا في هذا اليوم الكريم لنحتفل معا بأعياد ثورتنا المباركة، أعياد سبتمبر وأكتوبر، ونستغلها فرصة كبيرة نرفع لقيادتنا السياسية الممثلة بالرئيس عبد الربه منصور هادي تهانينا بهذه المناسبة الكبيرة على كل قلب يمني. نحتفل اليوم في هذه القاعة الصغيرة بحجمها ولكن الكبيرة بمعانيها، نحتفل معا من كل محافظات الجمهورية اليمنية لنقول كلمة واحدة: اليمن الاتحادي قائما رغم كل التحديات. وفي الحفل الذي حضره وزير الثقافة مروان دماجي ووزير الشباب والرياضة نائف البكري والثروة السمكية فهد كفايين ومحافظ محافظة أرخبيل سقطرى رمزي محروس ونائب وزير الخدمة المدنية عبد الله الميسري ووكلاء المحافظة المساعدين وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء صالح طيمس وعدد من أعضاء مجلس النواب والشورى ورئيس جامعة سيئون الدكتور محمد الكثير وعمداء الكليات وقيادات ورؤساء الأجهزة القضائية والمؤسسات العسكرية والأمنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاعات النسائية والشبابية والأحزاب والتنظيمات السياسية والشخصيات الاجتماعية وكافة المكونات المجتمعية. ومن جانبه تطرق مدير مكتب وزارة الثقافة بالوادي والصحراء أحمد عبد الله بن دويس إلى أهمية الاحتفال بالأعياد الوطنية للتذكير بتضحيات الأبطال الأشاوس الذين دفعوا أرواحهم رخيصة من أجل عزة وكرامة أبناء الوطن. تظل ثورة 14 من أكتوبر المجيد محفورة في ذاكرة اليمنيين والتي غيرت بقيامها مجرى الأحداث وانتصرت للحرية والكرامة بعد سنوات من النضال الثوري المسلح ضد الاستعمار البريطاني، قدم فيها اليمنيون أرواحهم ودماءهم وأموالهم في سبيل تحرير البلاد. لقناة عدن الفضائية أماني خليل، حضرموت.